هل أخطأ البخاري ومسلم في جمع الحديث حتى يصح كثيرا من الأحاديث الشيخ ناصر الدين الألباني ويضعفها؟ أعلم أن البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما وكذا الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليهما كل هؤلاء بشر، والبشر لم تكتب لهم العصمة، لكن بحسب المرء أن تعدد معايبه، كفى بالمرء نوبلا أن تعد معايبه. فإذا كان البخاري جمع 4000 حديث انتقدت منها 100 حديث مثلا، كم النسبة؟ 2.5%. وبعده قد يكون المنتقد مصيبا وقد يكون مخطئا، فسنقول قسم النسبة ستصل إلى 99% صحيح واحد ضعيف، فهذا لا يشكل تعكيرا على قول القائل إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول.